فيه الخطوة التالية، وهو مؤتمر أو لقاء أوسع يشارك فيه مصريون وعرب بما في ذلك مثقفون من قطر ومن خليج بلدان الخليج العربي. بتبقى القضية بقى مش قضية بس مصر وقطر، إنما كل القضايا التي أفرزها تداعيات ثورات ربيع العرب عندنا مشاكل في ليبيا. طيب فندم، ما انصح مع السودان؟ تمام، ما انصح بدعوة الشيخ موزة، يعني الشيخ موزة اللي استدعت حضرتك لهذا اللقاء؟ أنا كنت موجود أساسا في دولة الإمارات لمؤتمر عربي دعا إليه مركز الإمارات للسياسات السياسية للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور جمال سند السويلي، هو رئيس السويلي؟ السويلي، عائلة السويلي عائلة كبيرة في الخليج، هو راجل رئيس المركز، فحينما علمت الشيخ موزة بوجودي في دولة مجاورة يعني لقطر، كان بدأت الأمور تتفاقم بين مصر و قطر، فدعتني للقاء بها، وتم اللقاء في يعني استمر ساعتين، وعدت بعد هذا اللقاء، بعد اللقاء بها اجتمعت بعدد من مرسلي الجالية المصرية في قطر. طب وماذا عن الأمير تميم؟ لا لم ألقى وأتكلم عن نقائب الشيخ موزة لأن أنا أعرفها، أولا درس علم اجتماع رحلتنا واشتركنا مع بعض في عدد من المبادرات أهمها إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية من 10 سنوات دي في قطر؟ وقرها في قطر واللي اتهمت يعني انها وراء ثورات الربيع العربي تمام يعني او شرف يعني مركز الدراسات العربية؟ لا مؤسسة ايوه المؤسسة العربية للديمقراطية ده كلام من 10 سنوات والتي اتهمت من بعض الجهات إنها وراء التحريض بثورات الربيع العربي وهو شرف يعني لا نستحقه يعني زيادة عن اللزوم يعني احنا كنا أحد ربما أحد الأصوات التي طلبت بالتغيير إنما كل الثورات كلها تنسب لنا أو للمؤسسة لا طبعا فده فيه تجاوز طب حضرتك لو يعني الشيخ موزة تتفهم الموقف المصري تدرك 30 يونيو و25 يناير هم ثورات شعبيه